ازيكم اغلى واجمل متابعين، يا رب تكونوا بخير وبافضل حال ونكون على تواصل في الخير دايما. ورجعت لكم النهارده فيديو جديد، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات عشان يوصل لكل الناس. ولو كنتوا لسه بتشوفوني لاول مره يا ريت تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا علامه الجرس للكل عشان يوصل كل جديد من عندي. بالله عليكم محد ينسى اللايك على الفيديو. تمام، موضوع الفيديو النهاردة هتبقى جولة كده عن الطيور، وهنشوف مع بعض أسعار الطيور، جميع الطيور اللي عندي هنشوف أسعارها مع بعض. بس طبعا السطح زي ما انتوا شايفين كده الدنيا كانت شاتية، وبصراحة أنا كسلت أعمله، أنا لسه صاحي من النوم من شوية فكسلت إن أنا أعمله. بس طبعا شوية كده ممكن على المغرب أو كده أبدأ إن أنا أكحته بحيث إن هو على الصبح يكون نشف. بس طبعا السطح زي ما انتوا شايفين، البطة ديت اللي بتشرب دي كانت راقدة وخارجة تستحمى عشان ترجع على البيض بتاعها تاني. محدش يقلق من الحتة ديت علشان اللهم صل على النبي، البط بيبقى عارف هو بيعمل ايه ولازم ان هو يوصل رطوبة للبيض بتاعه، فمحدش يقلق ان البطة تستحمى وتخش وهي كلها مية على البيض. تمام، انا التانية اللي لسه مطلعها عندي في الفيديو اللي فات زي ما انتوا شفتوا ما شاء الله مطلعة البيض كله، وكيف بتخش على البيض عبارة عن مية. وده البط اهو بتاع رمضان ما شاء الله، قفل اهو. طبعا هو لسه طري ما يتدبحش دلوقتي خالص. وبالنسبة للناس اللي هتبيع بط استنوا شوية، لانه هو حاليا الكيلو عامل 95 جنيه عندنا هنا في المنصورة. فاللي حابب ان هو يبيع يستنى شوية لان لسه الاسعار هتعلى كمان عن كده. ان طبعا دولت هبيع منهم دكرين بس على دخلة رمضان بامر الله، يكون حتى الكيلو وصل 120 ولا حاجة، الناس حرفيا مش هتلاقي تاكل الفترة الجاية دي. وهرد بقى كده على كام سؤال انا اتسألتهم على الفيديوهات اللي فاتت، بس يا رب افتكر الاسئلة كلها. وكان في واحد سألني معلق ليه على فيديو اللي هو كان بتاع الرومي القديم اللي كان عندي، لما كانت الفرخة راقدة على البيض بتاع الفراخ الهندي، وقال لي ازاي قدرت ان انت تخلي الرومية ترقد على بيض فراخ. هو عامة عادي، انا الرومي عندي كان لما كان بيبيض كنت بجمع بيض الرومي كله تحت فرخة واحدة، كانت لما فرخة تانية تيجي ترقد كنت برقدها على بيض فراخ هندي او بيض فراخ عموما، فكانت عادي مدام الفرخة الرومي بالذات مدام طلب ان هو يرقد بيطلع اي كتاكيت عادي، مفيش اي مشكلة لو حطيت له حتى بيض بط هيطلع. تمام، وفي برضو سؤال تاني انا اتسألته على الفيديو اللي كنت عملتلكوا فيه اللي هو العلف اللي هو اكل البيت على السرس والعيش والكلام ده كله. كان في حد علق لي عليه وقال لي ان عنده البط لما بيتغير له العلف او يتحط له حاجه تانية غير العلف بيبدا ان هو ياكل في بعضه او ريشه بيقع. طيب احنا في الحته ديت بنعمل ايه؟ احنا في الحته ديت هو طبعا غلط ان احنا نغير لاي كان نوع الطيور عامه، غلط ان احنا نغير لها مره واحده، يعني غلط ان احنا نغير لها العلف مرة واحدة، لازم العلف يتغير بالتدريج. بمعنى ان لو احنا هنحط له حاجة تانية غير العلف بنبدأ ان احنا نديله مثلا وليكن وجبة علف الصبح اللي هو يفطر بيها، واخر النهار بنديله الوجبة التانية اللي احنا هنأكلها له ايا كانت ايه هي. تمام، فلازم طبعا ان احنا ما نغيرش مرة واحدة، لازم نغير العلف على مراحل، علشان طبعا البط بالذات بيجيله يا اما هيجيله افتراس يا اما هيحصله تساقط في الريش بسبب ان احنا غيرنا له طبعا البروتين بتاع جسمه. تمام، في تعليق تاني كان بيقول ان عنده فرخة رومي تقريبا عمر 8 شهور ولسه ما بضتش. عامة الطيور حاليا كلها مريحة، حتى الطيور اللي على وش بيض كله مريح حاليا. يعني هتقولوا لي ليه؟ استنوا الشهر الجاي، احنا حاليا في طوبة، فالشهر الجاي امشير هتلاقوا كل الطيور اللي كانت مريحة باضت، والطيور اللي لسه اول مرة تبيض هتبيض كلها بامر الله الشهر الجاي. لكن الوقت عشان الجو بيبقى برد قوي فهتلاقوا معظم الطيور مريحة او عدد البيض عامة قليل. تمام، فعشان برضو ايه الناس تكون عارفة، عايز اقول لكم حاليا اللي عنده فراخ بتبيض يعني يمسك فيها بإيده وأسنانه، التلات بيضات حاليا عاملين 10 جنيه، فالله المستعان على الأسعار اللي جاية علينا الفترة الجاية دي. طبعا
ولاد البطة اللي هي البنية اللي لسه مطلعة انا هبيعهم، ولاد البطة السوداء اللي هي بتستحمى ده هيتباعهم، اما البطة اللي راقدة هناك ده هي ديت انا هسيب عيالها ليا بامر الله، هربيهم معاكم من غير علف، وهنشوف الطريقة اللي انا هتعامل بيها معاها ومع البط الصغير، وازاي انا هقدر ان انا اربيه من غير حباية علف. امر الله، بس ادعوا ان هي تطلع على خير، وهنبدأ مع بعض سلسلة فيديوهات تربية طيور بدون علف نهائي من عمر يوم لحد ما يدبحهم او يشتغلهم او الكلام ده كله. وتعالوا بقى كده نشوف انا عملت امبارح في الارانب. طبعا زي ما انتوا شايفين دي النتاية، وده الذكر اهو، وهنا الغنية. تمام، انا دبحت الذكر والنتاية الارنب اللي انا كنت سايبهم لنفسي. هتقولوا لي ليه دبحتهم؟ هقول لكم الوقت. طبعا الذكر كان حجمه حلو جدا وكان كويس جدا ان انا اسيبه، بس طبعا النتاية كانت حجمها وحش وكانت هيبقى سلالتها وحشة. لان انا لما اجي اختار نتاية ارنب لازم اختار النتاية الفايرة اللي ظهرها عريض، اللي كف رجلها عريض. هي طبعا ما كانش فيها الكلام ده كله، كانت النتاية بصراحة وحشة جدا. تمام، فعلشان كده انا ذبحتها بقى وقلت عادي ابقى اسيب من الصغيرين. تمام، نيجي بقى نشوف مع بعض الصغيرين، لان برضو نقلتهم من المكان اللي كانوا فيه. ده الرومي اهو، وطبعا عايز اقول لكم ان بكره بامر الله هيجيلي الرومي الترك. انا حطيت تحت هنا ديكو الفرخه الصادية اهو. وبالنسبه للارانب، الارانب هنا اهي، هنا الارانب اهمت. تمام، انا نقلتهم فوق هنا تاني. هتقولوا لي ليه نقلتهم فوق تاني؟ انا كنت حاططهم طبعا، وكانوا الفراخ ديت هي اللي فوق هنا والارانب كانت تحت، كنت مغطي عامل فرشه للفراخ. تمام، عشان الحمام بتاعهم وكده، هم طبعا نكتوا الفرشه وبقوا يعملوا حمام على الارانب. زي ما انتم شايفين كده الارانب اهي، شايفين المنظر، كان معمول عليهم حمام وكانت حالتهم وحشه. طبعا ده ممكن يجيب لهم جرب، فانا نقلت بقى الارانب فوق وقلت اسيبهم فوق علشان ايه لا يجيلهم جرب ولا يحصل لهم اي حاجه. عايز اقول لكم بقى ان حاليا العمر اللي هو الارانب فيه ده حاليا ده اخطر عمر في تربيه الارانب. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم، لان هي دي الفتره اللي الارنب بيحول فيها. لو الارنب محولش الفتره ديت، الارنب بيبدا يحول على عمر الشهرين، لازم يكون جايب الكيلو 600 جرام على عمر الشهرين. لو ما جابش الوزن ده يبقى خلاص كده الارانب دي مش هتنفع ان احنا نسيب منها كسلالة، ده ان احنا نذبحهم، لان هي دي الفترة اللي عامة الارانب بتحول فيها الجسم بتاعها. وبالمناسبة الارنب يعتبر من اكتر الحيوانات تربية اقتصادية من حيث العلف، سعر العلف، ومن حيث كل حاجة. بمعنى ان الارانب زي ما انتوا عارفين النتاية بتجيب لنا 5 بطون في السنة، وممكن كمان 6 بطون. تمام، لو هنعمله انتاج مكثف، الارانب سعر كيلو العلب بتاعها يتعامل في اماكن ب14 جنيه، وفي اماكن ب13 جنيه للكيلو. وزي ما انتوا عارفين الارنبة بتجيب ما شاء الله عدد ممتاز من الخلفة، من 5 لممكن 13 او 14 ارنب، طبعا على حسب كل انتاية. هو يعتبر من اكتر الحاجات او اكتر الحيوانات عموما تربية من حيث الاقتصاد، من حيث سعر العلف، ومن حيث عدد الخلفة والكلام ده كله. طبعا هبقى اعمل لكم فيديو تاني عن الموضوع ده، بس هنهي معاكم الفيديو على كده عشان الفيديو ما يطولش زيادة عن اللزوم. بس بالله عليكم لو وصلتوا معايا لحد كده ما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو والاشتراك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد على خير.